هل من به صداع قوي أو أي ألم قد يزول بعد وقت، هل يصح له أن يؤخر الصلاة؟ هل إيش؟ هل من به صداع قوي أو أي ألم آخر قد يزول بعد وقت، هل يصح له أن يؤخر الصلاة أو لا يصليها مع الجماعة؟ المريض الذي يشق عليه الصلاة مع الجماعة يتأخر، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس راوي الحديث: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. إذا كان به مرض يشق عليه الذهاب إلى المسجد فله أن يصلي في بيته. نعم. والصداع نوع من الأمراض، خصوصا إذا كان صداعا قويا شديدا. نعم. أما الصداع اليسير لا يمنع، لا يسقط عنه صلاة الجماعة، أما الصداع القوي هذا عذر. نعم.